وخلال لقاء له في نشرة سابقة، أكد الرائد فايز أمين رئيس شعبة الإعلام والنشر في الإدارة العامة للمرور أن كافة إدارات ومديريات وزارة الداخلية حريصة على مواصلة جهودها لتأمين سلامة الطلبة والطالبات في محافظات مملكة البحرين كافة. الإدارة العامة للمرور عملت بشكل استباقي لإعداد الترتيبات اللازمة للعودة للمدارس في خلال فصل الصيف. بدأت الإدارة طبعا بالتعاون مع الإدارات المعنية في وزارة الداخلية والجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال بإقامة الدورات التدريبية لحراس المدارس وسواق الحافلات لتعزيز الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة. وعملت الإدارة طبعا في شق ثاني وهو الشق التوعوي عبر وسائل الإعلام في بث رسائل توعوية تمهد لأولياء الأمور موسم العودة للمدارس وبلغات مختلفة لتشمل الجميع في مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين لضمان انسياب الحركة المرورية ولسلامة الأبناء.